اشمعنى الفصل الخامس تحديدا اللي انت قررت انك انت تنشره في اخبار الادب؟ هو الحقيقه اولا لما الفصل نشر انا ما كنتش في مصر، كنت في المانيا، فمش انا ناشر. اللي حصل انه زملاء كبار الادب كانوا عاملين عدد خاص عن القاهره وعن التراث المعماري للقاهره، وانا الروايه بتاعتي موضوعها القاهره، وبالتالي كان اختيار الفصل ده لانه هو بيشوري شويه يعني الحياه او حياه الحياه واحد شاب في شوارع القاهره وفي المدينه نفسها، وبالتالي كان من هنا سبب الاختيار للتماشي مع الملف اللي كان فيه موضوعات متعدده عن القاهره والخراب اللي بيتهدد تراثها المعماري. هل الشخص اللي اعترض ورفع عليك القضية ده انت اصلا تعرفه؟ لا معرفوش. طب هو اعتراضه ليه؟ يعني ايه سر اعتراضه على الفصل الخامس؟ والله على حسب البلاغ، انه يعني لما قرا الفصل وجد فيه بعض الالفاظ اللي خدشت حقيقه وتسببت في انه ضغطه يوطى وحصل له هبوط في اضطرابات القلب، وبناء عليه هو راح لقسم الشرطة وتقدم ببلاغ، والاجراءات القانونيه يعني بعد كده النيابه بتفحص البلاغات. ده هو مواطن بيحاول يقدم اي بلاغ في اي حاجه. طبعا كان في رئيس تحرير سابق لاخبار الادب فتره الاخوان المسلمين، واللي متابع الجورنان يعرفه انه الشخص ده قد ايه فتره رئيس تحرير اخبار الادب له. احيانا كان في اعداد من الجورنان، بروفات الجورنان قبل ما الطبعه تروح تترجع في مكتب الارشاد، وصل في عهده انه صوره خيرت الشاطر كانت بتنزل على غلاف الادب واخبار الادب الجريده الثقافيه الاولى في المنطقه العربيه، كانت بتتكلم حوالين الرؤيه الثقافيه لخيرت الشاطر والاخوان. والشخص ده بعد 30 يونيو مشي، ساب رئاسه التحرير او يعني تم عزله، وهو حتى الان بالمناسبه بيعرف نفسه انه رئيس تحرير اخبار الادب الشرعي. والشخص ده لما اتنشر الفصل من الروايه قام بحمله جدا في الاوساط الصحفيه، يعني خد الفصل ابتدى يلف بيه على كل، اولا يلف بيه هنا على المؤسسه من اول عمال المطابع لغايه زملاء صحفيين، راح المجلس الاعلى للصحافه، راح مؤسسات صحفيه تانية، جرايد تانية، ويقول لهم شوفوا اخبار الادب بتنشر ايه بعد ما انا سبتها وسيطر عليها الملحدين والشيوعيين والكفار والى اخره. وبالتالي انا ما عنديش دليل طبعا اقدر اقوله واضح، يعني احنا العلاقه بين الشخص ده والشخص اللي رفع الدوله القضيه والنيابه كمان، لكن اقدر اشوف انه يعني الشخص ده هو اللي عمل الفيض كده، عمل ضجه ما كانت محدوده قوي في الوسط الصحفي وقت نشر الفصل. مين اللي كان وراء تواجد سلماوي وصنع الله ابراهيم وجابر عصفور اثناء جلستك؟ طبعا دي كانت الجلسة الثانية، الجلسة الأولانية اللي هي جلسة الاطلاع، احنا الدفاع بتاعنا أستاذ ناصر أمين وأستاذ محمود عثمان تقدمنا لمجموعة من طلبات المحكمة، منها قلنا والله يا جماعة إنه الأدب ده يعني فن وعلم في نفس الوقت، في ناس يعني في كليات عندنا اسمها كلية الآداب، في بتخرج ناس المفروض تخصصهم في الأدب ده، وفي ناس بتعمل ماجستير ودكتوراه وهكذا، فبالتالي زي ما بيبقى عندك مشكلة مثلا عمارة وقعت فبتجيب لجنة من مهندسين، وبالتالي تقدمنا طلب للمحكمة بقائمة فيها 12 اسم، طلبنا حضورهم للشهادة لأخذ رأيهم، تتكون من أساتذة أدب ومثقفين وكتاب. والقاضي مشكورا تفضل باختيار الثلاث أسامي، الدكتور جابر عصفور، أستاذ محمد سلماوي، وأستاذ صنع الله إبراهيم. بناء عليه حضر الثلاثة دول المشكورين وأدوا يعني شهادتهم في محاولة إن هم يوضحوا لهيئة المحكمة الفرق أولا بين الأدب أو الخيال وبين المقال، لأنه النيابة في قرار الإحالة بتاعها متعاملة مع المنشور إن هو مقال صحفي، وبالتالي بتعتبر اللي موجود في الرواية إن هو اعترافات الشخصية. فمثلا وكيل النيابه يبقى في احدى التحقيقات مع رئيس التحرير يقول له ده على فكره انا ممكن اعمل محضر اتهام لاحمد ناجي بالحشيش لان هو كاتب هنا ان هو شرب جوينت حشيش. طبعا المفروض دي الروايه، فبطل الروايه هو اللي بيقوم بده، لكن النيابه بتعمل على ده مقال. وبالتالي قرار احاله المحكمه كمان كان قرار احاله انه ده مقال صحفي. بالتالي من هنا كان اهميه وجود الشهود ان هم يوضحوا لهيئه المحكمه انه ده مش مقال، ده فصل من روايه، وانه الروايه ده عمل ادبي وعمل ابداعي قايم على التخيل وقايم على اللغه، ويوضحوا لهيئه المحكمه الادب ومعاييره ومعايير مساءلته ومحاسبته.